الطيران الحربي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي. الطيران الحربي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. الطيران الحربي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 24/10/2014 ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء. طبعا تزامنا مع تحليق للطيران المروحي في أجواء قرية الصياد.